تحت شعار سير بأقل تكلفة وأقل تلوث، تم الإطلاق الرسمي لمشروع تحويل 150 ألف مركبة لغاز البترول المميع لصالح سائقي الأجرة والخواص، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. إن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لتطوير هذا الوقود والتي تعتبر مصالحنا الوزارية طرفا فيها قد تكللت بالنجاح في ضوء الأهداف التي تم تحقيقها والتي سأذكر منها. أولا، الزيادة في استهلاك غاز البترول المميع إلى حوالي 1.2 مليون طن بينما لم تكن تتجاوز 300 ألف طن، مع الحفاظ على السعر عند حدود 9 دينار جزائري للتر واحد. تحويل السيارة لسير غاز سيسمح لأصحاب المركبات بالاستفادة من تخفيض بنسبة 50% من قيمة تركيب الجهاز، فضلا عن الإعفاء من قسيمة السيارات والفائدة المحققة من اقتصاد تكاليف التنقل، باعتبار أن الكيلومتر الواحد باستعمال الغاز يكلف 0.9 دينار جزائري مقابل 4.5 دينار جزائري باستعمال البنزين. يعني هذا المشروع سوف يستفيد منه سيارة الأجرة يعني كبداية بخمسين ألف، ثم المشروع قابل للزيادة، اتفقنا مع يعني كل الجهات باللي قابل للزيادة في إطار يعني مقنن وموضوعي، وإنما هذا المشروع طالما انتظرناه منذ 2017. تركيب 50 ألف سيارة أجرة بجهاز غاز البترول المميع، وذلك عن طريق منح إعانة لفائدة سائقي سيارات الأجرة من طرف الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة المشتركة تقدر ب 50% من التكلفة الإجمالية لها. إطلاق عملية تزويد حافلات المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة بصفة تجريبية بمحرك ثنائي الوقود، على أن يتم تعميم عملية استخدام الغاز المميع على كافة مركبات النقل العمومي في أقرب الأجال. التوجه نحو طاقة مستدامة خالية من الكربون وتثمين استخدام المواد الطاقوية النظيفة هي الاستراتيجية التي تبنتها الدولة للحفاظ على البيئة والصحة العمومية.